السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا وتحية لخويا عبد الرحمن جويعة. أخويا جويعة ريان عبد الرحمن، يا عبد الرحمن أشتركك. عبد الرحمن فرحان أنت الوداد ربحات، مبروك فريق الوداد الرياضي الفوز، يستحق بطبيعة الحال لأنه فريق الرجاء الرياضي. باش تكون واضحين خصنا نوقفوا باش نهضروا، حيت الناس هادو صراحة كيستصغروا بعض الفرق. فريق الرجاء الرياضي، المهم الوداد بلا ما نهضر عليه، الوداد رغم الفوز ديالو كانت بعض الملاحظات، كانت بزاف الحوايج، ولكن الجميل في الامر هو انه الوداد كتكون ملاحظات كيتم يعني الاجتهاد عليها يعني والاشتغال عليها. الرجاء انا تنقولها وتنعاودها، هذا المدرب كبير عليه الرجاء، هذا المدرب كبير عليه الرجاء، خاصو يعرف بلي انه بالحليب شحال من ماتش ما لعبش كتدخلوا رسمي بحال هاد الماتشات هادو. انت تضحك على جمهور الرجاء السي لسعد جرده ولا سي جرد حديقه، هادشي تخربيق هادشي، اسمح لي. خاصك تعرف شكون الرجاء العالم، لانه هاد الاخطاء اللي تدار راه ما يمكنش غادي تحط متولي كيف ما كان. انت ماشي اليوم عاد غتجي غتوري المتولي يولي الصاله والدين وتربي لي اللحيه وغدير منه شي حوايج اللي بغيتي انت. متولي شحال هادي هو هذا، الكويريه بحال هكا دايرين، كاين الكويري اللي مزاجي انت بغيت تجي بدا تطبق. تصور انت عندك ماتش ديال الديربي اليوم والبارح تدير تصريح في قناه تونسيه تتكلم على كتمعني على محسن متولي، اي لعاب اللي لعب جوج ماتشات في المنتخب غادي يدير. انت كمدرب شحال ديتي من لقب وشحال لعبتي في المنتخب كاع، يعني الرجاء كبيره على هذا المدرب مع كامل احتراماتي ليه كواحد من يعني اخوان ديال التوانسه اللي تنقدرهم وتنحترمهم، ولكن هذا مدرب ضعيف باش ما نكذبوش على ريوزنا. لا تقلقش منا، هذا واقع، حيت من نهار جيتي هما تيطبلوا لك، راه غاديه بالستارتير. المجهودات ديال اللعيبه وحيد عليك اليوم الحافظي تورختي ما تتوصلش كما يجي. يعني باش تدخل بن حليم تبدا به، بن حليم ما عليه والو غتدخلو غيدخل يلعب، ولكن خصك بن حليم راه المده هو مريح. وانا غادي نلعب متولي نلعبو من الاول لانه عنده ليكسبيريونس واخد بزاف ديال الماتشات ديال الديربي، زائد انه غادي يعني غيتحمل الضغط مع اللعابه وغيعرف كيفاش يجيري غير باش نشوفو ماتش كبير. حيت اليوم شنا الوداد كان بامكانه في بريمير ميطون تخرج بواحد ثلاثه ولا اربعه باش نهضرو في الواقع، الا انه الكعبي كان كعبي في كل شيء، سابق البيلانتي تا هو زلو لانه كان عنده التفكير ديال انه خصو يفوت مالونغو، مصدق فايت مالونغو، مصدق هني الوقت، مصدق يعني كان بامكان الرجاء تماركي التعادل. كون ماركات الرجاء التعادل كان المسؤوليه كلها غادي يتحملها السي ايوب الكعبي. انا غادي يقول لي جبران حكا راه خليته لانه لعب هو على الهداف، قبل هذاك هداف هو لقب شخصي يجب البحث على اللقب ديال الفريق ككل. جبران سير دروب بينانتي، تضرب بينانتي، سير دروب بينانتي من لعب ديال الدراري الصغار، يعني راه كاين شي حوايج تيداروا والله العظيم قمه الهوايه، قمه الهوايه والعشوائيه. مدرب ديال الرجاء عنده ماتش صعيب ديال السيجو مع قناه تونسي، وهذا المدرب هذا انا تنقول اقسم بالله الى الرجاء كبير عليه، راه صعيب باش يقدر، راه البنزرتي يعني الكاريير ديالك والمسيره ديالك تضرب شحال من مره بالالقاب ديالو، يكون كيما بغي يكون، وبعد مرات تيوحل مع الجمهور الوداد لانه كيكون عليه الضغط. فهمتش انا يا لعيب عندي كيلعب معايا عوض نهز اللاعبين المورال ديالهم، تمشي تنقص من اللعاب كيلعب جوج ماتشات كيصحاب راسو باترون وانت شحال لعبتي كاع، ولكن راه المشكل ماشي ديالك. انا نقول لك المشكل فين كاين، المشكل كاين في المسؤولين ديال الرجاء، لانه المسؤولين ديال الرجاء كيقول لك عند رخصو تخلي نصو، بان لي مدرب رخيص حتى هو جي قابل لانه سي نورمال غيتريني بالرجاء غادي غيعمر السي في ديالو، هذا واقع. خصنا نمشيو نكذبوا على ريوسنا، الى الرجاء والوداد راه خصهم يجيبوا مدربين كبار، الى المكتب ديال الرجاء بالقياده ديال هذا السي الاندلسي ما قادرش يجيب مدرب يعني يعني كتقلب على المدرب اللي قادر يزيد بالفريق، اللي قادر كيفاش يتعامل مع اللعاب النجوم ديال الفريق وعارف كيفاش يفرض الانضباط ديالو، وماشي مدرب تيهدر. هاد جرده ولا سميتو
تيبقى يدوي بزاف، دوي مع 70,000 موقع هنا في المغرب. عاد السلام عليكم زيد، تيبقى يدوي يدوي. خدم اصاحبي الهضره، يلا جيتي يومين هضرتي الهضره ديال عامين، ودريب ما كيدويش، كيدوي في الملعب كيخلي الناس يمكنش اصاحبي بهذا الاداء، اداء كارثي اليوم. دوزيام ميطون كان تحسن ديال الرجاء، تحسنوا وصلوا يعني وصلوا للمرمى، داروا محاولات اختار اليوم ماركا الوداد. شكون اللي ماركا اليوم في الاول؟ العملود. انا تنقولها وتنعاودها، العملود ماشي داك البروفيل داك اللي كتقلب عليه الوداد، ماشي داك لاري الضروه ديال بصح ملي ماركا البيت، حتى داك الشيء اللي كيدير هو باش كيخلي ذكي، كيمشي كيتصاطح مع كيمون كيماركي الكبيت، كيمشي كيبقى الكاري في لي سونطراج كتجي كيماركي. والاداء ديالو اليوم ابار البيت اللي ماركا، نديرو تقييم الاداء ديالو ضعيف جدا. شحال من سونطراج دار، شحال من كره قطع ولا مخزون، شدها وتيدور ويرجع ويعطي عليه. يعني عكس المقابل، انا اعتبر انه جوج ديال اللعابه، واحد من الرجاء واحد من الوداد، اللي كانوا هزوا الماتش اليوم، كاين الحسوني في الوداد وكاين مذكور في الرجاء. مذكور شنا كيفاش كيطلع، انا كنبغي نقول العملود راه هذا هو لا ريال دروا اللي كنعرفو، اللي تيطلع تيدير لي سونطراج، تيدير سوتيان لي زاتاكون، تيحاول يخلق الفارق، تيجي من اللور ديال لادفيرسير، وفي نفس الوقت كيرجع كيروبلي وكيدير التغطيه ديالو، تيرجع البوست ديالو تيدافع فيه. هذا هو اللاعب، لعب ما ماركيتيش العملود، الاداء ديال غير بقى ضعيف، ولكن الاداء ديال الحسوني اليوم اعطى واحد الانطباع على انه راه خير كثير كاين في ولاد المدرسه، راه خاص غير ديدي يفكر شويه بالعقل ويحبس شويه من خسر الفلوس، راه الوقيته جات باش تعتاد كاين ولاد المدرسه اللي ممكن تربحهم. والدليل انه ولد المدرسه اللي عطاك اليوم 3 بوان اللي هو زهير مترجم، قبل ما نديروا اللايف هنايا قبل الماتش دوينا على هذه المساله، قلنا يقدر غيدخل مترجي يكون هو عريس الليله، وبطبيعه الحال اقسم بالله يعني كاينه بايجاب ولا لا؟ القراءه ديالنا كانت صحيحه و100%. يعني شوف احنا قد ما حكم لعبنا الكره والحمد لله باقيين تنأثروا في ريوسنا، يعني تيكون عندنا واحد الطريقه ديال 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 السياسه الكرويه، سياسه كرويه تنعرفوا باللي هذا اللاعب هذا خصو امكانه كان يلعب ماشي اليوم مع بالاخص في الديربي، خصنا نشوفوه مباراه ديال الشامبيونا، وربما كان يماركي وغادي يكون من المنافسين ديال 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 غينافسوا على التهديف. يعني السيد قريب البوطو تيعرف يماركي متى يوصل، مع هذيك مترجي تنهضر على مترجي. شوف مترجي كان شاري المراه لهشام واحد الوقيته الضغط وكذا، وداك التصرف اللي كان حيد فيه التوني لا بد الانسان تيغلط. انا قلت له في ديك المرحله في ديك الوقيته قلت له ما ودير خصك هذاك الدري قبل ما تحكموا عليه عرفوا ماله، راه ما كانش مخلص ديك الفتره انا نقول لك، وكان عنده وعد من عند الرئيس وما دا وما دارش معاه، وبقات مشاكل كثيره. الدخول ديالو بصراحه عطى 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 حوايج كبار بزاف، وحنا اليوم شفنا حتى الحضور ديالو، يعني حتى الطريقه ديال اللعب ديالو ربما طريقه ما تقولش ربما راه ما عندوش الماتشات في رجليه، ولا كان جالس تقريبا واحد 13 ماتش 14 يعني ماتش، بقى جامع هنا جامع هنا باش يحاول يبين الجمهور وبغى يفرح الجمهور. وحنا هادشي احنا هادشي راه دوينا فيه، قلنا غادي يدخل شي لاعب لا من الرجاء لا من الوداد، ربما غيقدر يفاجئ المدرب ويفاجئ الجمهور. فعلا المترجم اللي دخل هو يساق هو اللي مربح الوداد بكل صراحه. علاش؟ الامكانيات اللي عنده ربما ما خصوش يجلس رون بلاصو، كانت تعطيه امكانيات اكثر من ماتش ولا جوج ولا ثلاثه. ربما غادي نشوفوا المترجي تقريبا غادي يكون مارك تقريبا واحد 7 البيوت ولا 8 البيوت كما قلت لك، يعني قريب للمرمى وتعرف امتى ماركي وتعرف يت بلاصه كما تنقولوا. شفتي الكره اللي قطع اليوم من يعني من السونتر عطاها الكعبي ومشى تلقاها يعني في الطريق خداها وزاد بها، يعني اللي يتير يعني ما تبعش الكره، عرف الجول ربما غادي يرجع في اي لحظه ويقدر يضرب شي ديفونسور. فعلا رجع زنيتو من بعد ضربه بلا كوش يعني تماركات، يعني خص تعطى فرصه للمترجي وعنده لي كاليتي باش يلعب في الوداد بكل صراحه. اذا فريق الوداد الرياضي انتصر واستحق الانتصار. فريق الرجاء الرياضي انا كنحمل مسؤوليه المدرب، طريقه اللعب ديال المدرب طريقه ما انا ما عجبتنيش صراحه، لانه كان بامكان كان يغير، لانه دابا هو باغي يدير ثلاثه في وسط الميدان
وثلاثه ديال الوداد جبران الكارتي الحسوني مع العرجون ومع الوردي وزريده، ثلاثه ديال الوداد ميليو تيران ديال جبران والكارتي والحسوني فور بزاف على هاد الدراري صح، باش نكون واقع حتى بدنيا تكنيكمو بدنيا فيزيكمو تكنيكمو احسن منه بزاف، فيتينو بزاف، شكون واقع عليه حتى الطريقه ديال هاد ثلاثه اللاعبين. السهل اللي كان كيدير واحد لي فور كبير هو العرجون، شنا اليوم كيقطع وكيدير. انا بعدا انا كنقول لهم انا العرجون يعني البروفايل ديالو، البروفايل ديالو بحال ديال النقاش، داك اللاعب اللي كيقطع وكيدير اليوم كيقطع وتيلعبها وتيقول علاه وجود كبير ولكن النقاش وكان معاه متولي حفيدي متولي وهو بداك الدور اللي تيدير وسط الميدان تيقطع الكره سواء في السماء سواء في الارض. كيف تقطع هشام تقطعها ما لقيتيش لمن تعطيها يعني فوالا، واخا ملي تيقطع وتيعطيها ما كاينش اللي غيبني يعني وكان يعني داك اللاعب اللي غيعطي الاضافه من بعد لانه بعد فينيسيو مجهود مجهود من افتتاحك الكره خاص تعطى لذاك اللاعب اللي يمكن له يعطي داك لو ديرني باس. حتى لي زاتاكو ديال الراجل اليوم زرقين من زرق من الزروقيه لا رحيمي عتي بعض المرات كيطلع تقول هذا اللاعب يلعب في احسن الفرق في اوروبا، بعض المرات تقول هذا ما يلعبش حتى في الرجاء مالونغو، بعض المرات كيبقى يدير لك هذيك ها عتي تيبقى يتمشى، بعض المرات كيشد كوره يدور يضرب، بعض المرات يعني شوف غيقول لي بنادم وكل ماتش وماتش وشوف لا هو ماتش ديال الجماهير للوداد ولا الرجاء اللي ما تيكونش في هذا الماتش ماتش كبير فين نفسه وكيبغي يربح انا راه بلا ما يحسب راسو غادي يكون مثلا مفضل عند الجماهير البيضاويه بجوج لانه مالونغو الرجاء باغينو بحال هذا النهار ماتشات الكبار نفس الشيء الكعبي ماتشات الكبار الكعبي اخويا كارثه ما عرفت مالو واش عرفتي مارسي داك الدري حتى الكعبي اليوم حتى الكعبي اليوم بصراحه ما كانش اون فورم كيف بغى كيف بغينا وكيف بغاو اللعابه وكيف بغاو الجمهور صرع ما كانش يعني الا نشوفوا دوك لي زابي اللي تيدير مع العلم دو بريمير ميتر دا واحد جوج كواري اللي ربما كان يبريباري اي واحد جاي في يعني في ميلو تيرين يقدر يقلب على واحد لي تير يعني ما كانش اون فورم كما تنقولوا بالاخص مالونغو وحر الرحيمي ربما اللي تنشوفهم من النجوم اللي كاينين حاليا في الرجاء اللي تلقاو الحل اليوم مالونغو ما لقاش الحل بينه وبينك دفاع كان يعني ضاري كان دير ماركاج ولكن العلاقه هشام اي التكوره ما دار العلاقه اللي بغاش تفهم الجمهور بغا تفهم حتى الواحد وهو عدم الاعتماد على سكوما ودائما ادخال السعيدي تصور معايا سكوما الا دخل كيفاش غيلعبها في هذا الماتش ديال الديربي ولكن هو دائما كيفضل السعيدي هذا البنزرتي راه سبحان الله العظيم راه غدا مع النتائج حيت ملي تتكون نتائج ما يمكنش لك واخا يدير لي شونجمون يدخل جول يلعبوا في سونتر ماشي كاع تقول لي دير واحد كاين النتائج ما عندكش حق الدوي ولكن هي عند الناس اللي تيفهموا في الكره يقدر يوجد بحال هاد الماتشات يقدر يدخل سميتو سكوما ممكن يدخل الا دخل في البلاصه مثلا ديال السعيدي علاه حيت الرجاء ما دارش واحد الضغط مثلا على الوداد ولا الميلوتيران يعني كما فرض راسو ودا كاع الكواري الوداد واحد السيد بلال رمزي قال لك الله ياخذ فيك الحق العلالي انت باغي تشوش على مدرب الرجاء وحق الله كنت منك انا والله لا بقى نهار هذاك في الرجاء انت كتسحب زعما هو اللي وصلهم لكاس العرب ياك كاس العرب كانوا قبل وصلوا ليه الكاف ديجا هي تجاو عاد تسناو تجا عاد انطلقوا مدرب متواضع جاء ليكبر مع اسم الرجاء ولكن باش تفهم هادشي خصك بزاف خصك ما تكونش خصك تكون مجتهد بزاف باش تفهم هاد الحويجات هادو لانه مدرب جا للرجاء بواحد الثمن اللي انتقدوا فيه ولد بلادو قال لي مشيتي بداك الثمن طيحتي السوق كي كنقولوا حيت كاين اللي باغي عشان الرجاء يقدر يكون قالوا لي اللي عطينا كان يجي علاش غيكبر في الرجاء غيكبر عرفتي السي في ديالو غيمشي يدرب احسن فرقه في الخليج لانه ترينا بالرجاء صحيح فهمتي يعني الناس جاي هو يستافد لا الفرقه خصها تستافد الا بغات تستافد خص هذاك المكتب قياده السي الاندلسي يجبدوا الفلوس ويجيبوا مدرب في المستوى يجيبوا مدرب في مستوى الفريق تجيبش انا مدرب يلاه حق لا دات اجدا حتى الله يهديك ترى الرجاء راه كتلعب على الواجهات كامله وتقولي انا نتسنى ودي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يصوب الله وصاب تحيه لكاع الاخوان دخول ديال السعيدي كانت خربيقه مشكل السكومه مع ديدي عزيز طوتي زعما مشكل مع المدرب علاش غيكون عنده مدرب غيكون عنده لعاب كواري وما يدخلوش ولكن عنده مشكل ما غاديش يكون فوكيو ما غاديش يلبسو اذا عنده مشكل مع الرئيس ولا شي حاجه ربما
مدرب عنده التفكير ديالو بوحدو. يعني اليوم كان سكوما يشارك اليوم مع الدراري المباراه، علاش؟ حيت ما كانش واحد الضغط كما قلت لك. الميلو تيران ديال الرجاء ما كانش، يعني كما تنقولوا باللغه ديال الكره، فرض الوجود ديالو، وكان ممكن ندخلوا مثلا السعيدي غيقطع الكواري، يقطع بزاف الحوايج. حيت الدور ديال السعيدي شنو هو؟ الدور السعيدي ما يمكنش يعطيك لا باس ديال البيت مثلا، الباس لونغ، ولا يعني يخرجك مع يخرجك قدام البوط، يعني يقدر يقطع يدير بزاف الحوايج، يمشي مثلا لي في كورني مثلا اللي يقدر يمارس. السعيدي غنهضروا عليه ويعطيك ديرني باس. السعيدي فين تيعاون في ديك اللعبه، يخرج عندك يعطيك كوره، يعطيها لاتيرال، يعاود ياخذ يلعبها هنا. المهم كاين عندك واحد اللي كيتحرك، وما كانش كان كيقطع النقاش اليوم ما كانش، شكون واضحين اليوم ما كانش، يعني كما قلت ونعاود دائما تنقولها، ما يمكن اليوم ميلو تيران ما كانش فارض 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 راسه على الوداد. ممكن يدير هذا التغيير هشام، ما تفهمش فيها كاع، ويحطوا لك السعيد، يحطوا لك حداك السكومة، وتبغي دير ادخل السكومة، لانه غادي يشدوا يتومبوريزي لو جو، غادي يشدوا غير يبدي يلعبها، غادي يحل الدراري، غير تليبيرا جبره، وغادي يلقاو اللي غيبدا يتجاوب معاه. انا كاع ندخل سكومه ونخرج الكارتي كاع، ونخلي الحسوني يبقى، حيت الحسوني اليوم دار ما بغى، دار مجهود كبير الحسوني، ونخليه ماله باقي صغير، ماله علاش مجهود كبير نخرجو ما نخرجوش، لعب كمل حتى واحد لقيته، ولا تيبدع، ولا تيدير شي دريبلات. دابا دار ضد القضيه ديال جرب بزاف هشام، اش كيدير؟ خدام في المرطوب، خدام بالناي، كيسالي، كيجي يلعب الكره، كتلعب الكره، عطي ساعه ونص، سير خذ كاع الوسائل ديال الراحه اللي بغيتي موفر من كاين لوطو ديال الكيميناسيو، يقدر يمشي يريك دابا هذا هو المشكل. لا تي عندهم جماعات القراءه ديال عياو، داروا مجهود، غدير مجهود، ما خلقت لتلعب في فريق كبير الا اللي تقوم بمجهودات، ماشي غير مجهود. ومن بعد اسيدي ملي تقدم واحد المستوى كبير، وراه ما تقول والو، واه ما بيجي عندك، خصك شي مساج، نو خصو دكتور، خصو مالي يعطيه لي فيتامين وكاع داكشي، خصو يوجد، خصو يولي خصو يولي فريش من هنا 24 يولي موجود بري. كيبركوا لك لي مساج، لي ساونا، المساج، تخربيق، كاع داكشي اللي بغيتي ما يخطرش على البال ديالك، فهمتيني ولا لا؟ حنا باقيين دابا تنهضروا بداك المنطق ديال القديم ديال السبعينات، لعب كره بنادم كيبقى مطحطح، الا بغى يحيد العيا خصو يمشي للحمام. صح، دابا لا راه ولات حوايج اخرى، دابا كاين ولا المساج الكتريك، مساج في الماء، انت نازل جاكوزي وكلك طالع معاك هر خلال هادي، ولات بعد حي، ما بقاوش نقولوا بنادم عيا، بنادم عطي 24 ساعة كيحيد العيا، مع ماكلة مزيانة صحية، مع المراقبة ديال طبيب الفريق، مع بطبيعة الحال داكشي ديال اللي سوا العلاج الطبيعي، وهذا تشوف اللاعب واش يوجد لك في 24 ساعه ولا لا. لا لا يوجد ماشي ما يوجدش. حنا تنقولوا ملي تنقولوا رضوان جرى بزاف، دار واحد المجهود كبير، يعني دار مجهود مثلا فردي، انا ما بالي ما دار لا مجهود لا والو، انا بالي واحد يتحرك شي واحد الكره ما يبقى تيجري بها، يعني خرج سميتو راس البوطو، يعني في اقرب وقت كان يقدر يماركيو البيت الثاني قبل ما يتمارك البيت ديال 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 اللي كيعيط لينا اخويا باش تكون متفق معاك، تليفون طافي ديال اللايف، فباش ما تقولش لي انا كنعيط وجاوبونا، راه ما كاين، ماشي هذا هو اللي ديال اللايف، راه هو اللي طالع في الشاشه، حنا طافي لانه اليوم حلقه خاصه، حنا ما بغيناش نهضروا في التليفون، لانه باغي نتناقشوا من خلال التعليقات ديالكم ونردوا عليكم. تحيه للمراد القندي، وتحيه لخويا سميتك السميه كي دايره مويرو مراد قندي، تحيه، شكرا خويا مراد. سعيد الشهاب تيقول لك، سعيد الشهاب تيقول لك العلالي ناقص في التدريب، الحسوني والسكومة تخسر بربعه كتخربق دير خدمه الحلاقيه، ناتي بحال دابا هذا تلوح لي كره والله ما يجون قليها بحال المصيبه هادو، عرفتي شنو هادو كوارث هادو صاحبي، لا يفقهون شيء في الكره، وتيدوي دابا تلعب بالحسوني والسكومة تخسر، وتلعب دوك الزرقين طواعه والعضاده حيت كيبغيهم هو ولا ولد دربهم ولا من لا فامي، هذا كيعجبو يا ولد امي. انت واش تعرف شنو هو الدور ديال السكومة؟ واش ملي كيكون عندك لاعب كره في السما كيحط الارض وتيقول لك لعبه حكه، ما تعرفش حتى لهذا الشيء. واش ملي يكون عندك جبران ومعاه سكومه غيبدا بدريبه وطن طن غتولي تدخل حتى الكاري. حتى الكاري ديزون صح. جلس طوع، ضرب تبع، ضرب هاكا الكعب، هاتي كتفكرون بواحد الوقيته كان كيقول لي سعيد الزدوق فين هو راس قيدي؟ كيشدها المريس عند قيدي، علاش ذاك اللعب المباشر؟ كارثه، راه كانت كديروا دولة وحدة اللي كانت تنجح فيه، فرقة وحدة هو المنتخب الإنجليزي، ما تبقى ما كانش هادشي، الناس راه السبليون تعلمت وليت كدير له سيستيم بريزيليان في التيكي تاكا، الناس كتدخل بها، حنا العام اللي جا اللي كويري لا الحسون تخسر بربعة، ولا خسروا بربعة راه لا كنتي أنت مدرب، أما الكرة اللي ما كنتيش فاهم فيها ولد الناس ريح، بقاوك ما لعبتي حتى في الكارتي حتى في الحومة، تخربيق هذا.
الا لعبتي تصور مع جبران وسكومه وفي الفورمه ديالهم ومعاهم الحسوني. علاش دابا راه مرة اون فورم دابا؟ والله ما يعرفوا حاجه قسما بالله على هاد الكره، الكره داعت والله الا داعت. مرة اون فورم سكومه وجبران والحسوني تخسر مي. لا اليوم شوف لا حول ولا قوه الا بالله. رضوان ما كان سهل لا بالنسبه للراجل لا بالنسبه للوداد، كانت اليوم اختيارات بالاخص ديال البنزرتي ديال والله خويا هشام ما عرف كيفاش يتعامل. اليوم كان يرباح شتي في لي شونجمون اللي دار اكثر من جوج بيان سور بريمير ميطا ما كانش يخرج بواحد ثلاثه ولا اربعه على البينالتي ديال الكعبي على واحد تروازو زوكازيون ولا دوز زوكازيون ديولو هو لا ديولو هو ديول الكعبي لا تكلير قدام البلوطو ديولو هو بجوج هذيك اللي بغى يضرب بالسيزو ما نوقفهاش وندور نضرب مزيان ليست البينالتي. انا ما متفقش معايا يمشي لي اول حاجه ما خصوش البينالتي ما يمشيش البينالتي. راه لاحظتي منين جا البينالتي الرجاء ما مشاش ليه مانو نقول ليه هداف يعني ممكن يماركي داك البينالتي وغادي يدير غادي يدير 15 مشى يعني الرحيمي يعني هنا حتى هو التخوف محس براسو ماشي اون فورم يعني ما قدرش يعطي ما قادرش يعطي واحد الاضافه تحيه السي سعيد لاقي نزل لحد السوال مبروك عليكم الصعود قسم وطني الاول. شنو كلك تقول لينا على السوالم وخريبكا رجعت لنا خريبكا كانت يعني تعودنا عليها في قسم وطني خريبكا الاربعه ما كاينش كانت شي لعبتي عندهم الاربعه تخسر لعبتي لحد كاع الا درتي طرتي تاعي هي تعادل تعادل حتى الجو 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 ديما الجو ديما الرطوبه ديما عندهم الرطوبه ومزيان يعني الفريق خريبكا بصراحه بعوده ديالو البلاصه اللي خصو يكون فيها رشيد الدغاي قال لك العلالي خصك تعتذر للعملود. والله ما نعتذر والله العملود ما اري الدروا العملود يكون في البونتوش ما يكونش وعيت ليا لاريال دروا ولا لاريال كوش ندخلو البروفيل ديال اريال دروا ان فري اريال دروا هو مذكور شكون هو خلي الانتماء شوف الطريقه وكيفاش كيطلع ولي سونتراج وداك سميتو هو اللي كان الميور جور في الرجاء مذكور ديك الجهه في لادروات مذكور دابا حاليا ملي ماركا البيت عاد العملود حيد البيت شنو دار؟ احسن لعاب لا سونتراج دارو لا تير البوطو دار لا كوفرت كاين حتى شي حاجه مذكور واضح ما كذبوش على ريوسنا مذكور دابا احسن لعاب في الرجاء بكل صراحه في ذاك البوست وعنده مستقبل كبير بكل صراحه يعني بالنسبه لهذا اريا دروا ديال المنتخب بكل صراحه لعاب مزيان لعاب مزيان ما شاء الله رضوان تيعرف الوقت اللي غيمشي سونتري فيه الوقت اللي تيمشي يهجم فيه الوقت اللي كيدير الوقت اللي ديفوند فيه وغالبا هو اللي يجرى ربما اليوم في اللعابه ديال الرجاء اكثر واحد فيهم هو اللي جرى واش اكثر بزاف. واحد في الماتش عندك هو الحسوني اللي جراو مزيان في الماتش الحسوني سيرتو مذكور كثر علاش كان داك الكولوار كامل كيطلع فيه وكيهبط تبارك الله ما شاء الله هادو راه شوف لا ديال الرجاء لا كاع خوتنا كندعيو لهم بالخير وبالتوفيق في المسيره ديالهم غير هو كل واحد ملي كدوي الدوي عليه بصراحه العملو حيت ماركه بيد ديال الراس ياك صافي راه ميور جور لا الاداء ديالو ماشي ديال داك لاريير درو اللي خاص الوداد شتي غير نصير غير نصير عرفتي شحال ديتي مع نصير ديال اللي تيدر نصير فديك الا كيلعب حرش مع دو ديريكت غراس هذوك ادروات وغادي ممكن هذاك هو رضوان ممكن يخدم ممكن يخدم هو اللي بالي انا ناقص لي سونتراج ناقص لي سونتراج بزاف حكم الخطه باش يلعب دابا ولا باش تلعب الوداد باش يكون عندك واحد راس الحربه بحال سكل الكعبي اللي تضرب براس خاصنا نحتاجوا داك نحتاجوا داك لي سونتراج ضروري خصنا نحتاجوا لو كان باش ماشي المجهود اللي دار اليوم المجهود اللي دار اونجم لا كان تيرجع يديفوندي مجهود وناجم كان يرجع بالزمن وكان يرجع يديفوندي اجباره وناجم باش ما يطلعش يدير داك اللعب ديالو ويرجع معاهم كنا تنشوفوا رغم هجومي ورغم ذلك مذكور داز فوق منه هو وعطيه الله عطيه الله هو الاريال دروا ديال الوداد اللي كتسنى الوداد رغم الفوز انا تنقول لا مازال الوداد خاصه اريال دروا في بلاصه العملود وخاصه اريال كوش وخاصه دومي سونتر مع اشرف داري اللي بغيت يتقلق شغلو هذاك وخاصه العام الجاي خاصها تسعود افون سونتر مزيان ما بخو بارك الكعبي يمشي ثاني للصين دابا جيبوا لعاب شوفوا لا باكوجو ولا شي لعاب جيبوه لانه هادشي اللي بغينا نلعبوا على تيتر باش تبقى الوداد اون فور هادشي اللي خصو خاص جديد السعيدي الله يسهل نجيبوا لعاب اخرين نحطوهم نعطيهم حتى هما الحق ديالهم باش يلعبوا بحال السكومه بحال داك صرغات بحال حتى صرغات الدراري صاحبي كويريا كركاش الدراري المدن اللي كاين الدراري بداو على الاقل يرحبوا انتو شي تستعين بمدرب ونتمنوا لي بوست ما يكونوش كثار بزاف على الاقل يكونوا جوج في لي بوست ربما حتى المدرب اللي غيجي اي مدرب غيجي غيكون اختيارات رضوان ديال تحيه للحاج كمال ابو الوفا ها هو هشام جويعه سلم عليه سيدي كيسلم لك الحاج كمال ابو الوفا من بورنازيل وتزاروكا
مرحبا سي الحاج، مرحبا. يعرض عليك يعطيك الزروده الحاج الحاج كامل. اللي بغيت نقول لك واحد القضيه، الحكم، الاداء ديال الحكم باقي رضوان جيل ما بغاش يستافد من ديك القضيه ديال تخراج العينين. دابا ملي تيكون غادي غادي يدير فيها، ما ديرش فيها، دير فيها واحد الطريقه، لا تخلي الصوت ديالو، تخلي الودن ديالو عند عند اللعبه ديالو. ماشي باغي يجي للفار، ما عرفتش شنو قال. كيف الرف الباسطه تاعيه، ما عرفتش مش هاد الزنيتي داز عند البونتوش عطا داز عند الاخر. خاص العربيه تكون شويه خضر خاطر، دير راسو، دير راسو ما سمعش. والدراري طالعين دير راسو ما سمعش. ابا ودي الكره ديوها في الكره، ديوها في الكره، راه غنعطيك حقك ما نظلمكش. ولكن باش تجي الصفره ديال جبران حشومه، عطى الصفره مجانيه لجبران. علاش كيحرم جبران من الماتشات اللي جايين؟ يعني الاربيط راه ظلم، راه الصفره تعطيها غير هكا كنايه، حتى راه كتظلم فيها. حتى الزنيتي، حتى الزنيتي عطى صفرة ربما واخا لا بد سبيدي يدوي كيدير. انا 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 ما تدويش، طلع برا، رجع ترجع وكيبدي حتى. لا صاحبي حتى تصاحب مع اللعب، حتى راه كولينا راه كيعنق زيدان ورونالدو دا سيلفا ديال البرازيل روبرتو كارلوس صاحب مع احترام وكذا، ولكن صارم في تستاهل الصفرة. عطاك الصفرة، تستاهل الحمراء، عطاك الحمراء. بيت بيت ماشي بيت، ماشي شخصية. حنا كنفتخروا عندنا بحال رضوان جيد، ولكن هنا بينت لك على انه عند ذاك الفيديو اللي شافوا الاخوان تكلمت فيه على جيد، هذاك راه عنده واحد تقريبا راه واحد عامين وثلاث سنين. هذاك الفيديو ديال انا قلت لهم انه الحكم رضوان جيد رجاوي، وبالفعل انا تنعرف رضوان جيد رجاوي، ولكن هذا ما تيمناش انه راه غيدخل يلعب يعطي الكره حقها، فهمتي؟ غير هو رضوان جيد ديك العصبيه الزايده وهذا، وما عرفتش النهار ما بغاش يعطي شي حمراء لشي لعاب، ما بغيتش نخسر الماتش. ما كاينش شي حاجه سميتها نخسر الماتش، لا يستحق شي حاجه. دار الغلطه يطلع يدير الغلطه صافي سالينا، طبق القانون بحذافيره، فهمتيني؟ انا كنت نعرفو كنا في كونسونطراسيون جديده ولعبنا واحد الماتش اميكال قبل من الديربي، وهو كان ديك الساعه في البدايات ديالو ولعب لينا داك الماتش، بقينا نضحكوا معاه وسميتو واش دينا فيه هذا، وبرك عندنا لا الرجاء ما هذا، بقينا حنا وياه عرفنا بانه رجاوي، وهذا حق صاحبي مشروع ما كاينش مشكل. غير هو ماشي بالضروره انا راه حيت رجاوي راه غيدخل يتعدى علينا مثلا، ولا يتعدى على شي فرقه اخرى مقابل. لا الرجاء ما احتاجش شي واحد يعطيها شي حاجه دي كادو، اجي لعب الكره، لعب طبق القانون ديالك، فهمتي؟ لا عطي لكل واحد الحق ديالو، هذا هو اهم شيء. هو اليوم، هو اليوم لا غندو على رضوان جيد، التحكيم ديالو كان بصراحه كاع القرار ديالو كان صحيح. انا بالنسبه لي انا ماشي حكم، ولكن الرؤيه اللي شفت والفراج اللي شفت كان قريب، جميع العمليات كان قريب من رضوان. هو اللي كان اليوم كان يمي كما تنقولوا شويه بحال زنيتي جبد هذيك الصفره، ما كانش يجبدها لي يعني، هو بعيد منه يعني. شنو قال زنيتي؟ ما شنو قال يعني، ما غايقول والو، فهمتي وفهمتيني؟ ما يمكنش ترجع تعطيه الصفره مثلا. اسمع المدرب، لا 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 سعيد سميتو المدرب الرجاء والمدرب ديال الوداد، حتى هو عطاه صفره صفره. ربما كان بلا ما يحكر، ما يبقاش يحكر على بحال هاد الحوجات اللي ربما هو بالنسبه له بعاد عليه، بقى دائما يركز في المباراه. بكل صراحه اليوم التحرك ديالو رضوان كان في محله، يعني كاع اللي فوت كما تنقولوا كان اقرب واحد، كان قريب جميع العمليات اللي تيكونوا سي اسامه، اللي كانوا قريب سي اسامه، اللي كانوا قريب لسميتو كان اللي قريب العمليه كان تصفر لي بصراحه، كان الحضور ديالو كاين، فيزيكمو مزيان هادشي حنا تنعرفوه. احسن حكم بالنسبه لينا كاين في المغرب وحتى في افريقيا، هادشي اللي كاين. يكون رجاوي ولا ما يكونش رجاوي، بالنسبه له اليوم دار واحد الماتش، كل واحد عنده هشام عنده حق الانتماء، يحب الفريق اللي بغا. دار ماتش كبير، الخدمه راه خدمه، بحال انت دابا خدام شي بلاصه، ولكن راه كتقول ذكر خدمتك راه رزق ولادك، هذاك مستقبلك، فهمتي؟ لا بوحدو ما يمكنش هي مقارنه العمل ديالي مثلا بالانتماء. لا الانتماء اشكل، ولكن العمل عمل. نجي نطبق واحد الخدمه غنطبقها، نعطي لكل واحد الحق ديالو، هنا كيبقى لك تقليد، فهمتي؟ غير رضوان راه ما كيعرفوهش، راه كيشوفوا جيد ديك هذاك كيسحبوه خايب وقبيع، هذا ريف التعامل ديالو هذا سميتو دري طيب، راه فيه الضحك فيه التريكيل، حتى هو باقي شاب وباقي، فهمتي ولا لا؟ يعني مقارنه مع حكام اخرين راه كاع الحكام كانوا، كان غير هو جود رضوان جيد كيحكر رضوان. لا بحال هكا لا، خصك تشوفوا الاب ديالو كان حكام، فربما التربيه ديال الاب ديالو باش يكون اكثر صرامه، فهمتي ولا لا؟ صافي الدري خرج ديك الصرامه، ما يضحكش معاك، ما يديرش معاك، غتلعب الناس كناخذوا حنا ديما بواحد الشويه، ديما ناخذوا على انه هذاك راه عمل ديالو تيقوم به،
فهمتي نحترموه اي واحد يقوم بالعمل ديالو كما يجب بلاكس خصنا نصفقوا عليه نتمنوا انه يعني يوليو حكام اخرين غير هو واحد القضيه مهمه بزاف هشام هو دابا في الديربي دا كل نهار رضوان جيد واش كاين رضوان جيد ما عندكش مثلا حكام اخرين تجيبهم شباب تعطيهم الثقه تثق فيهم وتعطيهم يطبقوا القانون هذا هو اللي كاين ربما كما قلتي رضوان نعطيو الثقه للحكام يعني جيد تنعرفوه حنا عالميا عنده خبره عنده تجربه يعني يقدر يدوز لك اي مباراه من الماتشات اللي تيكونوا كبار في المغرب بكل صراحه وتنعرفوه وسبق ليا جبت يعني هاد عندنا حكم يعني اللي في افريقيا يعني في الافريق يعني مشهور وحكم شحال من ماتش يعني خارج المغرب وربما كنا نعطيو التجربه لشي حكم يصفر مثلا الديربي ربما تاوش يكون عنده ما يمكنش كما قلتي غنبقاو دائما نعطيو لجيد جيد جيد حاليا ربما المدرب ديال التحكيم تيتيقوا في جيد وهذا ماتش اللي ماشي سهل ربما خصو يعطيو لجيد رضوان باش يدوز واحد المباراه اللي ما يكونوش فيها اغلاط كبيره كبيره بزاف نعم تحيه للمعاد القاسمي قال لك سعيدي مول الكره ديما داخل وخامات للحوت رشيد وداد اي تعكا تحيه خويا رضوان العلالي تحيه وداديه من مدينه مكناس خويا مذكور كويري ولكن اللي خلاه يبان مزيان هو ضعف عطيه الله بالفعل ديك البلاصه ديال عطيه الله راه دار فيها مذكور وطرود ديالو خاصه به شكونوا باش نعرفوا الناس انه راه لي زاريار لا طيروا في الوداد راهم باقي ماشي هما ما كاينش غنقول لك ضعاف ولكن غنقول لك ناقصين خاص في المستقبل القريب تجيب لعابه اريار غوش مزيان حار اللي بيطلع يدير لي سونتراج ويرجع فهمتي شوف هذاك شيباني عند الترجي داك معلول داو سونطري وكيدخل حتى للكاريكا حنا ما تيديروش كثير ما تيديروش ودابا تحت الطريقه دابا ولينا كنشوفوا جميع الفرق ولاو تيلعبوا بها غالبا تيلعبوا ب 4 3 3 ساوبليجي الا ما كانش عندك اري دروري الكوش يعرفوا يدريب ليه وتيديروا لي سونطراج صعيب ماشي بحال مثلا الجزائريه كتحكم كتحلف علينا على الرجاء ليندا ياني قالت لي ها مازال ديال شبيبه القبائل انتظروا انه في البنين غادي نمسحوا بكم الارض ما شتيش ديك الارض اللي طويناك اختي ودرناك تحتها حنا دفناكم ودفنا لكم كاع ديك الامال ديالكم ان شاء الله وتربح الرجاء ودي ان شاء الله لاكوب ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه تحيه الصديق يوسف هانين ابرا شو قال الاخوان نحاولوا بعض التعاليق سي رضوان سلم على سي هشام ابراهيم البرهني من حد السوالم عبد الرزاق القريشي عطيه الله ضعيف جدا دفاعيا هاتوا ودي ترجعوا لكلامي يونس نجل الحسوني هو اللي كاين بحال ما كاينش بحاله في الافريك نقدروا نقولوا هنا في المغرب بوز ديالو هو من احسن اللاعبين وبلغ سلامي وتحياتي للاخ مصطفى الصاتصه شكرا سي المعطي فتوح سي كمال الطلب وهذا التاغناوتي ما عمرو شد شي بينالتي سبحان الله العظيم الدري نقص بزاف ما عرفناش والله توبياس الفاطمي سي رضوان خاص اعطاء فرصه لايت علال وقادرين قادرين خدا الفرصه تاعها هو ما بغاش يخدم على راسه الواقع هو هذا ود الوداد ودافعنا عليه وبغيناه عبد الرزاق قريشي عطيه الله ضعيف جدا دفاعيا أسامة جبور العلالي راك حاقد حيت ربحات الوداد زعما دابا هاد السي جبور والحاج كبور ودادي عليا انا دابا انا اللي لعبت فيها وبسمي على سميت الوداد ولادي تيجي واحد بحال هادو تينقص تيجي يخرج سير اولادي سير الله يصاوب لك صاوب لينا ولك سير رضوان الودادي رضوان بوجدات قاول بنان ديال رضوان الودادي وكاك رضوان قلت لك غادي نربحو مبروك على وداد الامه اللقب 21 طبيعه الحال يعني 90% اللقب فهو للوداد لانه ولاو 9 نقاط من الرجاء الوداد باش بلا ما نبقاو نكذبوا على ريوسنا عمار المصطفى كون بقينا لاعبين كيما 15 دقيقه الاولى كون ربحنا الرجاء بشي 5 فاطمه الزهره الكانوني ابو الهدى تحيه اختي الله يرحم الحكم بالقوله احسن حكم داز في المغرب هي مناسبة الله يرحم بالقولة سي سعيد يا سلام لعبتي شي ماتش كان الحكم سعيد لا المرحوم سعيد لا ما لعبنا بزاف ملي تفرجت فيه كان تيضحك كان تيضحك الحضور ديالو الله يرحمه في هذا النهار هذا الحضور ديالو كان قوي والانسان يعني اللي تيحبوه حتى اللعبة اللي تيلعبوا ضده يعني بزاف المعاملة ديالو جميلة بزاف وزوينة بزاف راجل طيب هذاك السيد الله يرحمه في هذا النهار يرحم جميع موتى المسلمين عبد الكريم الرفاعي شكرا لك وبوفاس اسماعيل تحيه رياضي اخي العلالي خاصه مدافع ايمن ومدافع ايسر وقلب هجوم نفس الهضره اللي قلت
الا بغيتي الصراحه ولا بغيتي تعالج شي حاجه دابا ماشي يجب الا ينسينا الفوز اماكن ضعف والخصاص في الفريق. هذو الناس اللي كتفكر بطريقه احترافيه. علاش اما لك نربحنا صافي لا لا ولا علاش 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 اردون تكلمتي على هاد لي بوسيدو حيت هاد البوست حيت الوداد تلعب على ثلاثه الواجهات او جوج الواجهات يعني في العام يعني الا ما كانوش عندك هاد لي بوست ولاو كما قلت لك ولاو مهمين. سعيد الشهب قال لك العلالي دوزتي الحرب مع الرجاء وهرسوا لك الطوموبيل عقلتي ودابا وليتي كطبل ليهم. وإذا كان عندك أولد ميمتي الحق وتقول يعني وتكون محايد وتتكلم بالحق تطبال لا ماشي شنو طبال ها شنو طبال ما تدوش على الرجاء مزيان شنو نقولوا حنا هذا الجراد هادو خصهم هذا خصهم يحيدوهم من الكره من المغرب باش تبقى انت بوحدك ياك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. دوزتي الحرب مع الرجاء. انا زين زين خويا رضوان تحياتي من فرنسا الحسوني ولا احسن وسط كيفكرني فيك الله يحفظك خويا هذا شرف. نور الدين زيزون باريز رضوان كي جاك ساتسا 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 راه كيبقى ديما حاشي اورجو ساتسا الدريب لا فاسونتر. رشيد فيري العز خويا العلالي راك عزيز بارك الله فيك خويا رشيد خويا وليد هيثم خويا رضوان غرادهم تقدا تحياتي هشام علال العنايه تحياتي السي رضوان شكرا لك. يوسف الرحماني تحيه لكم راكم عزاز الرجاء شي لاعبين خصهم شطابه. صابر عزيزي تمنيت دخول الحيمود. محمد بو طاهري تحيه لك خويا وتحيه لميدوكس صغير المترجي تبارك الله عليه. عاش الوداد البيضاوي خويا رضوان جمهور حد. لا 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 ما نقسم حتى واحد. يونس احيزون اخي رضوان شبان لك في الكارتي تحياتي لك انت وجوي عزيز مهذب. واحد القضيه هشام خويا غير البارح كنا كنشوفوا داكشي اللي كياكل مسكين داك زوهر المترجي ديال السبان ماما. واليوم واش ما كتشوفش هاد الظاهره ديال اننا ما عندناش الصبر على اللعابه خاصه ولاد الفرقه يعني ولاد الفرقه لا يكلف الفريق يعني شي مبالغ ماليه بين ما شلنا حنا بابا طوندي من نهار جا هو سياحه كيتعالج كياكل ويشرب مع 500 مليون في العام ماشي هو ما عمر شي واحد سبق. لا حنا عطينا غير واحد بواحد جينا ندويو راه بزاف. بابا طوندي ما لعبش اصاحبي اغلى لاعب في البطوله ما لعبش اي شيء ما لعبش هو ولد الفرقه هذا كيدير غلطات ينوضوا يسبوا فيه سبان وعطيو البو ديروا ليه صيفطوه يمشي في حاله بريطاي يديروا الزرق اللي ولدو هو اليوم ماتش كبير هو اليوم عطاك 90% ديال البطوله ماتشات كبار ماشي اول مره كيما ماشي ماشي يعني ماتش اللي سهل هذا ديربي وباش ماركي فيه وتكون فيه مزيان وشحال هذه ما لعبتي وتدخل وتعطي الاضافه وتربح الفريق ديالك ماشي سهله كما قلتي خصنا ولا الجمهور خصو يصبر على هاد اللعبه هادو ربما اللي لعبه ماشي ساهلين وربما في اي لحظه تيدخلوا تعطيو الحوايج اللي مهمين للفريق ديالهم بكل صراحه. بكار مصطفى محمد كلامكم صحيح 100% رغم هذا الانتصار فالوداد في حاجه ماسه لمدافع ايسر ومدافع ايمن ومهاجم مستوى رفيع. الله اكبر هذا هو الواقع. كاين بزاف ديال الاخوان يعني اللي خصنا نجاوبوهم. انا نقول لكم انت خويا رد سيمو فيغو انا هو سيمو فيغو خويا هشام وخو قال خويا العلالي خويا هشام واش كاين شي لعاب يعوض لينا الكارتي كيشي لعاب يعوض الكارتي والسؤال باين ما كاينش بصح تاكد لا صرغات لا كركاش لا مدان لا سكومه والو ما كاينش لا دابا حاليا اللي غادي نتكلموا ما حد كاين المدرب ما كاين ما كاين خلي المدرب واش ندخلوا انا واش ندخلوا ندخل انا هاد اللعاب بلاصه ما كاينش واش فهمتي السؤال لا ما فهمت السؤال انا واش ندير ما قالش تدخل لينا قال لك غير واش دابا كاين شي واحد اللي يمكن يعوض لينا وليد الكارتي يعني انت في هذا العام لما بانش قول له ديما باش ديال البروفيل بحال وليد الكعبي او وليد الكرتي انت جاوبتي دابا على السؤال فين واه هادشي اللي كاين فعلا الحسين بالخضر خويا رضوان خويا هشام ديما الوداد الفوز على الرجاء اليوم يعني بطوله وداديه الفرق ديال 9 نقاط بطوله وداديه 100% بطوله ديال الوداد 100% بطوله ديال الوداد بكل صراحه. الهلالي حسن الصديق ديالنا قال لك راه هذا هو الجمهور خويا العلالي في العالم كله على المترجي زعما لا, لا ولكن نصبروا ولا ملي غادي نعرفوا البروفيل اللي عند هذا الولد هذا راه مهم وكما قلتي وديما تنقول لا انا ولا انت
كيفاش هذا الوليد هذا شحال هو جالس ومن يدخل يعني بين فواحد الصوره اللي كبيره. وهذو هما اللاعبين اللي نقلبوا عليهم الماتشات الكبار والنهار اللي تيكون فيه يعني كاع الناس يتفرجوا فواحد الماتش اللي مهم ربما خصو يدير الفرق. شفنا اليوم مترجي الصراحه الجمهور كيهضر بزاف على سكوما مظلوم ما تيدخلش ما تيدخلش سكوما سكوما الجمهور عزيز عليه سكوما كويري تيلعبها كذا كيفرجهم فهمتي لا لا دري خاطر كره ولكن هما ما تيشوفوا يعني شو مدرب عنده شوف اخرى مدرب دابا ما نقول دابا ما عندنا ما نقولوا لا نقدروا نقولوا العام الجاي ملي يمشي البنزرتي يجي مدرب يلعبوا لا جاء لا شوف لا لا جاء مدرب على حسب اقتناع بالمستوى ديالو الاقتناع ويكون معقول وسيريو كما تنقولوا وغادي حتى المدرب اللي غيجي ربما غيكون تغيير ماشي في واحد ولا جوج ربما يكونوا تحت اربعه اللاعبين ولا ثلاثه اللاعبين. بونجور مخلد كيقول لك انا عمري 51 عام تفرجت فيك كيقول تفرجت فيك السي العلالي دوزتي كره الله يعاونك اش تقول لي تا هو يقول لي تا الله يعاونك شحال عنده في عمره 51 سنه تبارك الله 51 و 51 سنه كبير باقي تا باقي صغير باقي الحسين بالخادر الكرتي كان ضعيف اليوم خويا رضوان العلالي كان ضعيف عبد الكريم جلول الشابي مدرب الدراجه مغرور هو في حقيقه منيفخ شويه ولكن هو ماشي كان في الدو هو نقول لك هو نقول لك هو نقول لك هو ماشي مغرور هو كان تكون واحد استشاره مع البكاري ربما لو كان استشار مع البكاري متولي اليوم ما غاديش يجلس طون بلاصه بكل صراحه. نعم عمر بوشريف كاينين لاعبين عندهم تيتر فونسيف تيران زعما كيدقوا على السعيد فونسيف عندهم تيتر فونسي عندهم الملكيه ديال 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 طرف التيران. اش غادي نقول لك التعليقات كامله ربما تتكون دائما اختلاف. انا نجاوب على واحد بواحد نجاوبوا مع بواحد حتى دابا ما درناش خاطر للجمهور حنا راه ما ساويين والو بلا جمهور. نعم. اذا خصنا حتى الجمهور نعطيو الحق ديالو. ندوزوا لعند ابو زينب الله يهدي الجمهور ابو زينب نعيم تيقول لك الكعبي خاصو يمشي وزكار صح فالظرفيه انت لما قدرتيش تجاوب شي سؤال ما بقاش معطل على ما قدرتيش تقول لي امر وندوز علاش نقول لك امر نقول لك فالظرفيه ما يمكنش نقول لك سؤال واحد جبتي قبيله في سؤال خصنا اتاكو اري درو اري غوش ها قلتي هادشي ولا ما قلتيش راه هادشي اللي خصو يكون راه الناس يعرفوا الكعبي قال لك زعما انت ممكن تقدر تقول لا ممكن مع الوقت يتصلح وكذا يعني خصو وصل الوقت اللي خصو يمشي في حاله اكيد هو قولها علاش هادشي فقستينا سيدي فقستينا لكن خصنا نلقاو احسن من الكعبي سليم سليمان بانجو الكعبي مزلج تيزقل بزاف ولا رخام لا تيزقل بزاف كعبي خصو يخدم خصو يخدم قدام البوطو بزاف اكثر من مره ماشي جوج في لونطري هشام علاني العلالي واش ما بانش ليك الحسوني كيفيه ماتك زعما مع هذوك عزيز اللي قلبات وداك الشيء ديال خص ضروري تنقلبوا هذا الحلاوه ياك ولا لا سيرتو في الديربي بلي كتقلب واحد ولا جوج لا 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 حسوني ماشي هو العلالي والعلالي ما عمرو غيكون العلالي هو الحسوني ولا الحسوني هو العلالي كل واحد كل واحد وطريقته رضوان العلالي راه ماشي قلب تيدخل حتى الكارديز هو تيماركي حسوني ما شفناش مثلا كيدخل في الكاري بزاف كيحاول يضرب من برا يضرب من برا يقدر يعطيك لاباس ديال مارك انت ما تعطيش لاباس تدخل بها تقدر البوطو خاوت تسنى الجول تيجي عاد تقلبه وتقدر تزقلها فهمتيني هذه ميزه فيك انتيا عبد الله أنس الكعبي عطيته أكثر من قيمته حيت هو اللي كاين في الوداد فهمتيني هو اللي كاين وعطى إضافة للوداد ماشي نور الدين الزيزون فاريز الكعبي خاصو الضرة كاينة رشيد البيضاوي العلالي تكيس على جويعة أنت تشوف أخويا البيضاوي بحال كنسلخك خاص يكون راه قلت أنا راه شوف عندك آية أحسن 10 داز في الوداد هو فاسيلي ورضوان العلالي شكون هذا رايان ولدي اللي دار الكومونتير رايان اي تسميتك اي رايان ود وهي هذه تسمع رايان اي وكتقول ولدي رايان يمكن دابا كيكون واحد الاب عنده بنيه وليد سميتو رايان وبنيه اي تيدير رايان اي نسيت كمل كمل ما عندكش مع هذا الشيء سي دوماج على اي يونس الخطير هذا خطير اخي العلالي واش الحسوني ما يستاهلش يلعب في المنتخب حاليا ما يستاهلش لا حاليا ما يستاهلش بلاتي شويه بلاتي شويه خصو يزيد مازال خصو يحيد بعد هذاك لا هذاك الشيء عادي هذا الشيء عادي كنهضر معاه راه بحال خويا الصغير من نضجو ديك المنطقه عادي ودير طانكا ودير وشم هنا خليك على سامبل
غتوصل لك شي اللي بغيتي. وغيوصل ان شاء الله غيوصل. فهمتيني فهمتيني. كاين اللي كيلعب كاين اللي كيمشي للخارج كيلعب مع فرقي ضعاف وتيجي واجم وتيجي مارتاش داير في طاطواز وخاطواز والرطواز راك مسلم بقى عادي طبيعي وتريني ولعب وتقاتل ودير الفلوس ودير المشاريع وتهلا في داركم وتهلا في والديك وفي نسابك وفي ها وتهلا في جويعه وتهلا تهلا في رضوان. لا لا انا نتهلا في كتا تهلا فيا تهلا فيا تهلا فيا. حمزه فون قال لك تحليل زرق بغيتي خضر سير يا الزرق بالزرق. والله ما ما قال سي اسامه كتخنزر فينا جاك الجوع ها جاك الجوع عيط لي على دوك يجيبوا لي الروز كين تاكي عفوا جمال بوزوزو العلالي مايسترو ما عنده حتى علاقه بلاعب اخر. انا قلتها يخسرني انا قلتها انا قلتها. عصام كماش هشام رضوان احسن ديربيات دوزتهم هو سولنا بجوج انا كنت نسولك هو تميت ودابا لا انا دوزت احسن ديربيات شنو هو تسونامي دوز ديربيات تسونامي وماركيت فيهم ماركيت فيهم وربحنا ماشي احسن راه كاين نهار اللي تماركي كيكون بنادم الاداء والو راه كاين واحد النهار ما تماركيش تحاميهم نهار 3-0 حاميت انا الزران قلتي لا ما قلتش وخيطوا ليا ودخلت كملت ودرت الباندو وضربت برا درتي اكثر من نيط درتي خيطوك درتي البنج ولا ما كاين لا بنج لا والو هكا كل اللي كيدخل فيني كيعاود يجبد يعقد كيجبد الاخرى ثاني لان مع تونس درت انا مع تونس انا مع تونس داروا لي البنج وكذا وداك الشيء نقي وزين ثاني عندي الديربي وغنتسنى تبنجني تندو نمشي نخرج حسن. قال لي اوسكار قالوا لي راه صافي شونج مشاف الدم قال لي من لا غيلعب حيت عارفني اوسكار هذا كاسكادور قال لي هذاك فينومين ظاهره فينومين قال لي والله العظيم شوف ملي وكان مع كاموندي مساعد معنا ملي تضرب شي ضربه خايبه بزاف ما تتسوقش ليها كما تنقولوا تتكمل بحال اللي وقع ليا وقع لك وقع ماشي بزاف تلعب وقع لهم بحال ابو حليمه النوني سعيد العلالي ماشط بزاف اليوم والله الا ديما ناشط الحمد لله وخليك انت ديما ناشط الجميع كامل نضحكوا مع الكرج حتى الراجا اللي لعب مزيان نصفقوا عليه اللي ما لعب اما الوداد ربحوا ولكن تاقت فيهم بعض لي بوست خصهم باقي خصهم خص الوداد خص دومي سونتر خص اريا دروا وخص اريا غوش وخص سافا سونتر من الاخر صافي اش بالك كلامي هذا صح ولا لا كلامك على الصح تحية يونس الخاطر وتحية لعمر بوشريف وتحية محسن العدالي لا راك فرحان فوز رجاء لا لا والله العظيم اخويا تحية مصطفى الهلالي سي رضوان وسي جويعة تحية مسفيوية الناس ديال اسفي شكرا الناس ديال اسفي تحياتي لكم ابو يوسف الريثوني الله دخل ابو يوسف تبغينا نمشيو عاد دخل هو وياه نشوف تحياتنا لك مهصاد ها هو حتى الكليمه خدامه والو سخون الحال ياك مع اللي كنا سخونين مع الماتش بحال كنا لاعبين فرجنا كارمن بالعكس بالعكس لقى كاين شي واحد القاده واحد لقيتها بان لنا ماتش عادي كوره ما كايناش شي كوره والو مره كيحيي الماتش بشي لعيبه واحد الدقيقه ولا جوج عاوتاني تهبط كانت صراعات رضوان وسط الميدان تحيه خويا عبد الرحيم محفوظ اكثر برجان محمد عزيز مهدب محمد الهواري اسماعيل الدريوش قال لك تحيه طيبه المايسترو اي هاي المايسترو العلالي يجيب تكريمه ولاعب لا مثيل له لا عولتي على دورك مكرم خويا عزيز طوتي العلالي رضوان قلتها قبل تفكرت تفكر بغيت ندير لك واحد التكريميه انا ان شاء الله تندير تورنو في رمضان علال العلالي اه العلالي احسن عشره الله يحفظك العشره تحيه لك مصطفى موس سعيد بو بكري خاصنا ديما راجا راجا ماك تضحك ما فهمتش قلت لي ديما راجا ديما تضحك لا تضحك وصديق برنامج هشام هشام ولد حي محمدي مرحبا راه ولد دربنا داك الشيء علاش حي محمدي شنقول لكم يصوب الله الوداد بشادات البطوله حنا دابا اللي تسناو الرجاء هو تمشي تلعب بالكاس الكاف نتمنى ان شاء الله رضوان نتمنى الرجاء ما ياثرش على هذا الخسران هذا عندها ماتشات اللي مهمين يعني ماتشات اللي ماشي ساهلين وخصهم يديو بحال لا فينال ان شاء الله هنا في المغرب مع السعوديه ياك رضوان مع السعوديه ياك اتحاد جده ان شاء الله ما نتمنى ما ياثرش هذا الخسران على الرجاء ويبقاو مركزين على 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 هاد الماتشات اللي جايين ان شاء الله هادشي اللي قالش السي هشام جويعه الله يحفظك يا رضوان فوادو
نفس الشيء نتمنى لفريق الرجاء الرياضي كل التوفيق في كاس محمد السادس الأندية أبطال العرب في النهائي امام اتحاد جدة السعودي اللي سبق لعبت فيه، ولكن غادي نبغيو بطبيعة الحال فريق مغربي لي يفوز بهذا الكاس، لان غير كاين هنا الفينال في المغرب في البنين نهائي كاس الكونفدرالية امام فريق جزائري. خوتنا مرحبا، ولكن غنمشيو باش نجيبوا داك الكاس بالتوفيق للجميع وبالتوفيق لفريق الوداد الرياضي. نقول لي انا مبروك مسبقا الفوز ببطوله هذه السنه اللقب 21، مبروك الجماهير الوداديه، ونتمنى فريق الجيش الملكي يحصل المرتبه الثانيه باش السنه المقبله يشارك في احدى كؤوس المسابقات الافريقيه. دمتم في رعايه الله، تصبحوا على خير.